وفي 2001 أخذ منصب كبير مسؤولية تكنولوجيا في إنتل. لكن الهدف اللي كان هو فعلا عايز يحققه هو أنه عايز يبقى الرئيس التنفيذي لشركة إنتل. وفعلا سنة 2004 تقاعد أندي جروف وكل الناس توقعت أن جليسنجر هو اللي هيحل محله. لكن وبدل من تعيين جليسنجر تم تعيين واحد تاني اسمه بول أتليني، وده عمل له صدمة كبيرة جدا. وبالرغم من عدم انسجانه مع بول أتليني ولا أفكاره، كونه أصلا جاي من فريق المبيعات وملوش تقريبا أي خلفية عن الهندسة أو التقنية، لكنه قرر يكمل لحد سنة 2009. في الوقت ده بقى فاض بيه وقرر يسيب إنتل، لدرجة ظهور إشاعات قالت إن بول أتليني نفسه هو اللي ضغط عليه عشان يسيب الشركة، وإنه كان هيتم استبعاد جليسنجر من منصبه الحالي كده كده. المهم في كل ده إنه استقال أو أجبر على الاستقالة، والرغم من حزنه إلا إنه قرر يبدأ رحلة جديدة وبقى مدير العمليات في شركة اسمها EMC، مصنعة لمعدات تخزين البيانات. وبعد 3 سنين اتعين رئيس تنفيذي لشركة VMware اللي كانت مستحوذة عليها شركة EMC.